شاهدي بصمة، أهلا ومرحبا بكم في بصمة اليوم. اليوم 5/5/2021، الحسن الطالع زي النهاردة من 6 سنوات مضت، تحديدا يوم 5/5/2015 ظهر إلى النور أولى حلقات برنامج بصمة. سعيد جدا إن أنا أحتفل معكم النهاردة بالعيد السادس ونطفي الشمعة السادسة من عمر برنامج بصمة. برنامجنا اليوم وحلقة اليوم لها طعم خاص. النهاردة هنتكلم في التاريخ الشرق القديم، تاريخ الشرق القديم، لأن التاريخ هو جزء مهم جدا في الهوية، والهوية هي ما تعنينا. فهنعيش مع بعض النهاردة حلقة عن تاريخ الشرق القديم، ومعانا متخصص في علوم الشرق القديم. تفضلوا معايا نشوف هذا التقرير. بصمة اليوم هي عن تاريخ الشرق القديم. هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال يفرض نفسه. السؤال بيقول: يا ترى دراسة التاريخ مهمة ولا مجرد ضرب من العبث؟ ليه بنفتش في دفاترنا القديمة؟ ايه جدوى البحث خلف الحقائق التاريخية؟ بل ايه فايدة علم التاريخ ذاته؟ ليه دايما نبص لورا؟ ليه نبحث وننقب عن موتانا، عن الآثار؟ ليه بنصدق الأساطير؟ ليه بنحترم المومياوات ونبجلها؟ الشخص البروجماتي النفعي العملي ما يبصش للخلف، لا ينشغل بالأمس، عينيه دايما على بكرة، بل وعلى بعد بكرة، بيوظف طاقته وتركيزه عشان زيادة الثروه. الدولار هو هدفه، مصادر الطاقة هي مجال البحث بالنسبة له، البحث العلمي هو وسيلته. ده الشخص اللي بيدور على بكرة. لم يكتفي بكوكب الأرض، لا، ده راح يدور خارج الكرة الأرضية. بينما عشاق التاريخ يدسون أنوفهم بين صفحات كتب التاريخ العتيق بحثا عن أحداث مضت وأشخاص كانوا. عزيزي، ده طرح، لكن اسمح لي أقول لك هذه وجهة نظر قاصرة. من يفكر بهذا الأسلوب، من يتبنى وجهة النظر هذه، فهو شخص واهم. نعم، البحث العلمي مهم، لكن ما تنساش ان البحث عن الجذور والهوية ايضا مهم، بل ومهم جدا، انه ضرورة للتأكيد على هويتنا وتأصيلها. دروس الماضي هي نبراس للمستقبل ومخزون للأجيال القادمة. معرفة التاريخ مهمة جدا، لولا الجذور ما أينعت الأوراق وما أظهرت الثمار. الهوية بتتأصل بهذا التاريخ، والهوية هي فصيلة الدم وبصمة المواطن المحب للوطن. عشان كده احنا النهاردة في حلقة اليوم هناخدك عزيزي المشاهد في رحلة إلى عمق الشرق القديم. وشدنا في هذه الرحلة باحث متخصص، هلم نتعرف به. الباحث هنري بدروز كيفا عاشق التاريخ، ولد في بيروت سنة 1955 وهو من جذور سريانية. حصل على شهادتي الليسانس والماجستير من الجامعة اللبنانية، وعلى دبلوم دراسات عليا من جامعة السوربون في باريس. تعمق في دراسة تاريخ الشرق القديم، حيث له عشرات الدراسات حول الهوية السريانية الآرامية واللغة الآرامية والآثار الآرامية. قد ألقى عشرات المحاضرات في بيروت، ستوكهولم، وباريس، وديترويت، وبروكسل، مونتريال، نيوجيرسي، شيكاغو، وعمان. يفتخر بانتسابه إلى رابطة الأكاديميين الآراميين التي ناضلت من أجل التعريف بالهوية والقضية الآرامية، وكانت في طليعة المؤسسات السريانية في المهجر في استخدام التاريخ الأكاديمي
للعودة إلى جذور السريان الحقيقية أي الآرمي. مستر هنري، أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك أستاذ جو. اسمح لي من كاليفورنيا أرحب بك في باريس عاصمة النور. صح، سعداء بوجودك معنا النهاردة مستر هنري. وأنا سعيد جدا لأنك عم بتذكر أنه اليوم هو الذكرى السادسة، وهذا شيء رائع. بتمنى لكم الاستمرار والنجاح ومن كل قلبي بتمنى لكم هالشيء، لأنه مثل ما لاحظت تبين عم تتعبوا وشيء رائع. أشكرك يا فندم على أمنياتك الطيبة ديت، ولأن احنا لنا مشاهدين رائعين فلازم يكون ضيوفنا رائعين ولازم تكون موضوعاتنا رائعة، لأن احنا بنحبهم وبنقدر فكرهم وبنقدر وقتهم أيضا. النهاردة مستر هنري، أو مفروض أقولك مسيو هنري، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ألا وهو تاريخ الشرق القديم. بداية وقبل ما نغوص في هذا البحر العميق من التاريخ، خليني أسأل حضرتك، ما هي جغرافيا هذا الشرق القديم؟ رائع، بشكرك على هذا السؤال. وطبعا هون جغرافيا المقصود الجغرافيا التاريخية بالفعل، مش الجغرافيا هيدا. هيدا شيء كتير مهم لإلنا، لأنه نحن منعرف أنه الجغرافيا لا تتغير. يعني إذا أخذنا بلد، جغرافية بلد، أنا بقصد الجغرافيا الطبيعية ما بتتغير. أنا حطيت بالقسم الأول، حطيت خارطة لجزيرة أستراليا، والهدف نحكي عن الجغرافيا التاريخية. يعني لازم واحد يعرف أنه الأوروبيين وصلوا لأستراليا بأوائل القرن الثامن عشر، بأواخر القرن السابع عشر وصلوا لها، ولكن ما كان تعني لهم شيء. وطبعا كان فيها شعب أصيل هو شعب الأبوريجين، ولكن ببداية القرن الثامن عشر بالألف وسبعمية وشوي بلشوا الإنجليز يبنوا مستعمرات بأستراليا، وبالقرن التاسع عشر اتوحدت هالمستعمرات، ويعني صار في عنا دولة معروفة اليوم بأستراليا. واللي بدي أقوله أنا، أستراليا هي كناية عن شعب إنجليزي ومن كل المناطق الإنجليزية ومن كل أوروبا، ومع الوقت صاروا هالأوروبيين بشكل أكترية السكان بهالقارة. كلياتنا بنعرف انه يعني تقريبا مساحة استراليا هي قد مساحة اوروبا. الغاية من هالموضوع، حطينا هالخريطة انه نفهم المشاهد انه اليوم استراليا او الشعب الاسترالي يلي هني 25 مليون، يعني ما بيقدروا، انتبه، ما بيقدروا يزيفوا تاريخ أستراليا القديم. ما بيقدروا يقولوا أنه إحنا الأوروبيين موجودين من 400 سنة، ما بيقدروا، لأنه معروف أنتين وصلوا. يعني هيدا هو اللي بدي أقوله أنا. وطبعا أستراليا بما أنه هي من يعني اقتصاديا من أقوى 10 دول بالعالم، ودولة ديمقراطية، دولة متقدمة بكل المقاييس، الشعب الأبوريجين الموجود عندها، يعني تعطي مثل، إذا لقوا أثارات للأبوريجين عمرها 1000 سنة، الأوروبي ما بيقول هيدي الأثارات لأجدادي، هيدي لإلنا، ما بيقول، بيحترم، بيقول هيدي للأبوريجين. الغاية من هالسؤال أنه هالحلقة اللي عم نعملها حول تاريخ الشرق القديم، أنه نتعرف على جغرافيته التاريخية، كيف كان مقسم. يعني بعطي مثل تاني، في عنا آسيا الصغرى يلي هي حاليا اليوم تركيا، كان فيها من 3500 سنة كان فيها شعب من سمي الشعب الحسي، بعدين سكنوا شعوب
قريبة يعني يونانية، ولكن من حوالي 500 سنة كلها نعرف أنه العثمانيين استولوا وقضوا على الإمبراطورية البيزنطية واستولوا على بيزنطيا، واليوم في عنا دولة اسمها الدولة التركية. يعني الأتراك معروف موين إجوا أصلاً، منذولي أصلاً من هذا. هذه أول نقطة. نقطة تانية، حطينا خريطة تانية بتمنى أنه المشاهد يتمعن فيها، هي خريطة للشرق الأوسط. ونحن يعني نحن اليوم موضوعنا نعرف المشاهد على تاريخ الشرق القديم. فإذا الشرق القديم، بس بدي أقول أنا الشرق القديم، أول شيء بس نقول القديم، بعد شوي رح نشوف من خلال الأسئلة إنه قبل كنا بنعرف عن الشرق القديم من خلال التوراة، ولكن مع الوقت مع الاكتشافات، مع فك الرموز الكتابة الأكادية المسمارية، صار عندنا معلومات عديدة عن تاريخ عن الشعوب يلي سكنت بالشرق القديم. ما بعد إذا الخريطة اللي حطيناها المشاهد بيقدر يشوفها. يعني بحب ذكر يعني إنه شبه الجزيرة العربية لم تكن ضمن الشرق القديم ولا بلاد مصر. بلاد مصر لم تكن كمان تعتبر ضمن الشرق القديم. اليوم كل هالمنطقة هي ضمن الشرق الأوسط. إذن ما هي الحدود الفعلية للشرق القديم؟ يعني كانت بتمتد شرقا فين وغربا فين، جنوبا وشمالا، حدودها؟ رائع. ما فينا نعطي يعني الحدود يعني الحدود يعني سوري يعني بكل التاريخ ما كان في حدود بكل معنى الكلمة. كان يستولوا، كانت أوقات المنطقة بتتوسع، أوقات تتقلص. بس حتى أقول السؤال فهمته عليك أنا، الشرق القديم هو العراق، سوريا، لبنان وفلسطين وإسرائيل. هيدا هو كان الشرق القديم. عظيم. إذن الجزيرة العربية يعني من خلال أسئلتك رح نشوف ليش هيدا هو الشرق القديم. إذن الجزيرة العربية، الفرس، مصر، كمت، كانوا خارج هذه الدائرة. نعم، في هذا التعبير لما بيقول خارج تعبير الشرق القديم، خارج تعبير الشرق القديم. اوكي نعم. السؤال الثاني، السيرولوجي اللي هي علم الشرق القديم، نعم، عايز اعرف لحضرتك هذا العلم ازاي ابتدى وفين ابتدى هذا العلم؟ ممكن ناخد فكره من بعد اذنك؟ طبعا طبعا طبعا. اول شيء اذا بتسمح لي استاذ جو، كلياتنا يعني الاوروبيين بالقرن السابع عشر كانوا عم بيعملوا رحلات على السلطنه العثمانيه، وكانوا عم يكتشفوا يعني انا بذكر بالقرن السابع عشر والثامن عشر اوروبا صارت يعني في نهضة، واكتشفوا أمريكا، ويعني عم بيتوسعوا، حتى كمان في عندهم يعني توسعات استعمارية. فكانوا هالرحالة هدول أوقات عم بيكتشفوا نصوص قديمة، أوقات كانوا بيصوروها يعني بيرسموها، وأوقات كانوا بياخدوا لوحات منها. اكتشفوا كتابة قديمة جدا ولكن ما كانوا بيعرفوا شي عنها أبدا. وكلنا بنعرف انه شامبوليون أيوة. يلي فك رموز الكتابة الهيروغليفية، نعم، خلى في تنافس بين الفرنسيين، العلماء الفرنسيين والعلماء الإنجليز بشكل خاص. أوروبا بصراحة كان في تنافس أوروبي، لاكتشاف لاكتشاف أول شيء العالم، لأنه يعني مثل ما قلت يعني أستراليا اللي هي قارة تقريبا اكتشفوها بالقرن السابع عشر.
بالقرن السابع عشر اكتشفوها. يعني صار في تنافس، يعني نهر النيل يشوفوا من وين بينبع، صار في يعني منافسة. اللي بدي أقوله أنا إنه لأنه الفرنسيين فكوا رموز الكتابة المسمارية، الإنجليز كانوا عم بيحاولوا، العلماء الإنجليز كانوا عم بيحاولوا يفكوا رموز الكتابة المسمارية. المسمارية ليش؟ المسمارية مسمار أو بسمار من جاي باللغة اللاتينية القديمة من كوني، كوني بمعنى مسمار. بالفعل هالكتابة هيدي كانت بشكل مسمار، عدة مسامير كانت تعمل تقريبا ما رح أقول حرف ولكن رسم نقش، شكل ما نقش ما أوكي. فإذا هالكتابة هيدي يلي صاروا أكثر 250 سنة عم بيحاولوا يعملوا دراسات عليها ما قدروا توصلوا لها، ولكن بأواسط القرن التاسع عشر لقينا نص بهستون ببلاد فارس، وهو مكتوب بالكتابة المسمارية القديمة باللغة الفارسية القديمة ولكن بالحرف المسماري، أيوة، ومكتوبة باللغة الأكادية القديمة ومكتوبة باللغة فارسية كمان قديمة ولكن غير معروفة بأكثر العلماء يعني. فالعلماء من خلال هالنص هيدا بلشوا يعملوا دراسات أكثر لفك رموز الكتابة المسمارية، وصاروا يعني بال 1853 صار كل عالم يقول انه انا فكيت رموز الكتابه، فبيقوموا بيجتمعوا اربع علماء واحد فرنسي وثلاثه انجليز، بيجتمعوا بعتقد بمدينه باريس سنه 1857، بيجتمعوا طبعا بهذاك الوقت ما كان في القطار، كان في ربما البرق ولكن ما كان في تليفونات، يعني كانوا محضرين لهالشيء. وهون بحب أذكر مشاهدينك انه باوروبا كان في انتشر الصالونات الادبيه اللي كانت تهتم، وطبعا السياسيين مهتمين حتى يعرفوا شو في، يعني شو هالكتابات وشو تاريخ هالمنطقه. خلى انه مثل ما قلت انه يجتمعوا وهالاربع علماء وعطوهم نفس النسخة من الكتابة المسمارية، وهالأربع علماء فكوا رموز الكتابة وتوصلوا ليلاقوا نفس المعاني، وهنا صرخ العلماء أنه فكينا رموز الكتابة. هون بصراحة 1857 العلماء اتفقوا أنه فكينا رموز الكتابة المسمارية. لكن العلم نفسه، علم الأسترولوجي نفسه ازاي ابتدى؟ تفضل. لشو سميناه أسيريولوجي؟ اوكي. لانه تاريخ مصر القديم سميناه ايجيبتولوجي، فهون سموه أسيريولوجي. هاي وحده. ليش؟ سؤالك كثير حلو، لانه اذا بتسمح لي استاذ جو، وتفكر رموز هالكتابه ما بيعرفوا شو اسم اللغه، ما بيعرفوا. فبيقوموا هالعلماء هدول بيقولوا انه هالكتابات اللي نحن جمعناها كانت موجودة، اغلبيتها كانت موجودة ببلاد اشور القديمة، فبيقوموا بسموها اللغة الاشورية. اوكي، هاي اول شغلة. بسموا العلم بسموه السيريولوجي. إذا بتسمح لي، إيجيبتولوجي هو تاريخ الشعب المصري القديم، والسيريولوجي هو تاريخ الشعب الأشوري القديم. بس لو سمحت لي، هنا الإيجيبتولوجي هو علم كامل، علم بيشمل التاريخ المصري والفن المصري والتحنيط المصري واللغة المصرية وكل مناحي الحياة وكل مناحي الحضارة المصرية العريقة بكل تفريعاتها. هل علم الأسيريولوجي
متفرع بهذا الشكل؟ هل شمل هذه؟ طبعا طبعا، يعني راح نشوف انه الكتابات المسماريه، راح نشوف الكتابات المسماريه جلبت لنا معلومات هائله. يعني بعتذر، بعرف انه حضرتك مصري، ولكن يعني الـ 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 بالنسبه لتاريخ الشرق القديم، الكتابات المسماريه جابت لنا معلومات ما كنا نحن بنعرفها. يعني مع خلال الاسئله رح تتوضح الرؤيه اكثر. بس في شغله انه سموها السيريولوجي، تاريخ الشعب الاشوري القديم، ولكن فيما بعد رح نلاحظ انه العلماء بيكتشفوا انه هالكتابات هيدي لا تتكلم فقط عن الشعب الأشوري، ولكنها ذكرت شعوب عديدة. عشان هنا لو سمحت لي يا مستر هنري، كنت هسألك السؤال التالي: ليه هذا العلم الأسيريولوجي ليه سموه علم الأشوريات تحديدا؟ كنت هسألك نفس السؤال ده دلوقتي. هل هو يعني هل هو قاصر على الأشوريين فقط؟ يسر التسمية دي. ليه مش اسمه تاريخ شعوب المنطقة القديمة؟ صح. ليش؟ سؤال كتير حلو. ليش؟ بكل بساطة، لأنه نحن اليوم، يعني المشاهد بتمنى أنه المشاهد يكون بفكره سنة 1857 بلشوا العلماء يترجموا بعض النصوص المسمارية القديمة، وبقيوا يعني الترجمات كانت بطيئة جدا. سنة 1872 العالم الفرنسي بيكتشف انه هالكتابة المسمارية، اللغة اللي فكوا رموزها يلي سموها اللغة الأشورية، بيكتشف انه في لغة تانية أقدم وغريبة ما بيقدروا يفكوا رموزها، اللي هي وهي اللغة السومرية. يعني رح نشوف السومرية، اللغة السومرية، وهي لغة غير شرقية، وهي لغة غير شرقية. في ملاحظة تانية اكتشفوا العلماء، نحن هون بال 1872 و72 و75، اكتشفوا انه اللغة يلي هن سموها اللغة الأشورية، اكتشفوا انه هاللغة بتسمي حالها اللغة الأكادية. فإذا وبلشوا العلماء يصححوا من مفاهيم الخاطئة، وصاروا يسموا اللغة الأكادية، بعدين راح نشوف انه اللغة الأكادية هي لغة شبطية، بينما اللغة السومرية هي لغة، ما راح اقول هند أوروبية، ولكن راح اقول لغة غير شبطية. اللغات دي كلها مين الشعوب اللي كانت بتتكلمها مستر هنري؟ اللغات دي مين الشعوب اللي كانت بتتكلمها؟ الأكادية. بس إذا بتسمح لي أستاذ جو، فضل. خلينا على اللغة السومرية. أوكي. اللغة السومرية بال 1905 تقريبا فكوا رموز. 1905، يعني نحن ببداية القرن العشرين بالضبط، يعني من 115 يعني. سنة فكوا رموز الكتابة المسمارية السومرية. واليوم عدد قليل جدا من العلماء يجدون اللغة السومرية، يعني ترجمة اللغة السومرية. بالنسبة لسؤالك، بالنسبة للغة الأكادية عن الشعوب القديمة، فإذا في هون ملاحظة بدي أقولها بكل محبة. تفضل. أنتم بتعرفوا التاريخ المصري أكثر مني، لأنه أنا مش اختصاصي التاريخ المصري، ولكن اللي بعرفه عشقنا الكبير ده، إنه العلماء فخرين على فكرة. أوكي. العلماء
قسموا تاريخ مصر القديم إلى سلالات أسر. وأسر حاكم. أيوة. أسر حاكمة، الأسرة رقم 16، الأسرة. أيوة. نفس الشيء عملوه، عم بحكي أنا بأواسط القرن التاسع عشر. أه. حاولوا يعملوا نفس الشيء بتاريخ الـ يعني الـ الشعوب الشرقية القديمة. أه. وقسموها لسلالات. ويعني وكمان يعني دغري صححوا من مفاهيمهم، اكتشفوا انه هدول مش اسر حاكمه. ربما بمصر كان في اسر حاكمه، يعني عائلات حاكمه، يعني الشعب هو مصري ولكن العائله تختلف. هم بيتكلموا عن فتره من تاريخ، بيتكلموا عن فتره من تاريخ وطن، بس بيعنونوه باسم الحاكم اللي كان موجود في الفترة دي، الفترة اللي كان فيها الحاكم الفلاني، لكن هو الدراسة دراسة عن شعب كامل، عن بلد كامل. أوكي. عن كامة العظيم. فإذا العلماء بعطي مثل، يعني هذا يعني رح نشوفه بعد شوي مع التطور. أيوة. العلماء بأواسط القرن التاسع عشر ارتكبوا عدد كبير من الأخطاء. قلت يعني مثلا اسم أسيريولوجي على أساس أنه تاريخ الشعب الآشوري القديم، وفجأة اكتشفوا أنه هالكتابات الأكادية تتكلم عن عدد كبير من الشعوب الشرقية، عدد كبير. يعني رح جيب لك ذكرى إذا بتحب هلأ. يعني بس بنشوف هذا مع التطور إذا بدك، ما بعرف ما بعرف إذا الفكرة وصلت، انه تاريخ الشعوب القديمه العلماء اكتشفوا مع الوقت، يعني قبل نهايه القرن التاسع عشر اكتشفوا انه الاسيريولوجي ليس فقط تاريخ الشعب الاشوري القديم، ولكن عده شعوب، ربما من اهم الشعوب القديمه هو الشعب الاكادي. اذا التسميه ما تعتبرش دقيقه، كنا لا تتسمى باسم الاشوريين تحديدا، يعني تسميه غير دقيقه. نعم 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 طبعا لهالسبب. يعني ملاحظتك لهالسبب اليوم في كثير، يعني سوري، بكل جامعه فيها فرع التاريخ، فيها فرع العلم الاثار، التاريخ في تاريخ حديث، في تاريخ قديم، حسب الجامعات. اليوم في كثير جامعات، يعني مثلا بالمانيا ما بيسموه السيريولوجي، بيسموه مثلا باللغه الالمانيه القديمه بيسموها يعني تاريخ الشرق القديم. الشرق القديم. اوكي اوكي. بيسموه تاريخ الشرق القديم لانه اكتشفوا انه 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 يعني انه مش بس الشعب الاشوري كان متواجد، في عده شعوب كانت قبله، في عده شعوب بعده، وحتى الشعب الاشوري اذا بتسمح لي، الشعب الأشوري بيسمي اللغة اللي بيحكيها بيسميها اللغة الأكادية، ما بيسميها اللغة الأشورية. اللغة الأكادية بتكتب بالخط المسماري ولا بتكتب بأني خط؟ لا طبعا ما رح نقول خط، ما نقول كتابة. الكتابة أو النقوش المسمارية هي منها أبجدية، يعني هي لغة شرقية شرقية، تتألف كانت قبل من 700-800 نقش. مع الوقت تطورت يعني اللغة الأكادية والكتابة المسمارية، وصارت حوالي 600 نقش. بما أنه حضرتك سألتني على هالسؤال أستاذ جو، بحب أقول أنه عدد قليل جدا كانوا بيعرفوا يدونوا ولا كانوا بيعرفوا يقروا الكتابة المسمارية القديمة. عدد قليل جدا. شيء طبيعي مع هذا العدد كم الهائل من الرموز. نفس اللي صح. قبل اللغة المصرية لما كانت بتكتب بالحروف الهيروغليفية، هي مش حروف قد ما هي رموز، كان عددها كتير، بس اتطورت مع الوقت لغاية ما وصلنا للغة القبطية اللي احنا بنعيشها النهاردة، واللي هي حتى في لغتنا العادية المصرية العادية هي موجودة. مسيو هنري، تفضل. هذا الفرع من العلم اللي هو الأسيريولوجي، هل حصل فيه نوع من التطور وإزاي؟ شكرا شكرا، سؤال كتير واضح ومهم. طبعا علم الأركيولوجي تطور،
تطور. نحن مثل ما شفنا يعني قبل شوي شرحنا إلا أنه بنهاية القرن التاسع عشر تطور، وتطور كيف تطور يعني صار فيه متخصصين بكل معنى الكلمة، متخصصين بتاريخ الشعر القديم، صار فيه جامعات تعلم اللغة الأكادية القديمة، وصار في عنا إذا بدك تنتبه لي شوي وقتها بنجمع معلومات، يعني أول فترة ترجموا عدد كبير من النصوص الأكادية القديمة، وبعدين صار في علماء. فإذا في عنا علماء الآثار اللي بيكتشفوا، في عنا مترجمين يعني علماء اختصاصهم ترجمة الكتابات الأكادية المسمارية الأكادية إلى اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وبعدين فصار في عنا علماء بيجمعوا المعلومات وبيدرسوا تاريخ الشعوب القديمة. فإذا هيدا التطور المهم مثلا من خلال هيدا التطور، يعني مثلا بأواسط القرن التاسع عشر مثل ما قلت ردد العلماء بين 1840 ل 1860 تقريبا، بهالفترة هيدي يعني ببداية انتشار هالعلم رددوا عدد كبير من الأخطاء التاريخية والجغرافية، يعني نشر. ولكن هون اكتشفوا انه بالعراق القديم اول شيء كان مقسم لعده مناطق جغرافيه، اليونان قدامى اليونانيين كانوا يفكروا انه العراق كليته هو بلاد اشور او بلاد بابلونيا او بلاد الكلدان، واخذوا هالشيء اذا بتسمح لي العلماء القدامى اليونانيين، يعني بعطيك مثل حتى المشاهد يفهم علي. مثلا في عنا أسطورة سميرانيس، أيوة أسطورة سميرانيس مشهورة جدا طبعا. الأسطورة تتكلم عن ملكة أشتورية اسمها شاميرام أو شامورامات باللغة الأكادية القديمة، تقريبا حكمت سنة 805 قبل المسيح، قبل الميلاد، وحكمت نيابة عن ابنها لأنه كان قاصر. هيدي الحقيقة التاريخية، حكمت حوالي 4 سنين. ولكن الأسطورة نقل طبيب يوناني، امتين نقل 400 كان بزيارة لبلاد فارس، بعد 400 سنة بينقل هالأسطورة عن سميرانيس إنه ملكة جبارة انتصرت على بلاد مصر واستولت على بلاد مصر واستولت على جنوب بلاد مصر على بلاد الحبشة ووصلت إلى أفغانستان. يعني هيدي أسطورة اللي جاب يعني الحبشة الأفغانستان. ولكن استاذ جو، هيدي أسطورة، ولكن اليونان قدام اليونانيين صدقوها وعظموا من تاريخ الأشوريين. بينما يعني اليوم هالملكة هيدي وابنها كانوا من أضعف ملوك أشور. استاذ جو، ما وصلوا لمصر، نحن ما عارف امتين وصلوا الأشوريين لمصر، ما تشرفناش بيها بصراحة. 20 سنة اوكي، عندنا فندق اسمه معلش هيدي اول نقطة. فاذا اليوم العلماء صاروا يعرفوا انه اليونانيين رددوا معلومات اسطورية خرافية عن قدامى الاشوريين. من هنا اهمية دراسة التاريخ علشان تصحيح كل ما هو مزور وكل ما هو فيك. من هنا اهمية دراسة التاريخ. تفضل يا فندم، اسف على المقاطعه. اوكي، مثلا في شغله ثانيه رددوها
قدامى اليونانيين، وهون إذا بتسمح لي نقلا عن أسفار التوراة، مثلا ذكروا أنه في عدد كبير قبل الطوفان من ملوك الكلدان وبعد الطوف وقبل الملوك الأشوريين، بينما يعني هون من خلال الكتابات الأكادية صاروا العلماء يعرفوا أنه الملوك الكلدان بيعرفوا أي سنة وصلوا للحكم ببلاد أكاد، ولكن صححوا هذا اللي بدي أقول، صححوا من مفاهيمهم. هلأ بالنسبة للشعوب، يعني هلأ بدي أحكي بهيك بسرعة شوي، مثلا اكتشفنا أنه وتفكوا رموز الكتابة المسمارية السومرية، اكتشفنا أقدم نص بوجه بالعالم ترجمة، يعني أقدم نص أقدم كتابة هي سومرية عمرها حوالي 5500 سنة. فهون العلماء إذا بتسمح لي، العلماء بلشوا يحكوا عن تاريخ القديم، فبيقوموا بقسموا تاريخ الإنسان على الأرض إلى عصور ما قبل، وأنا أكيد كل مشاهدينك بيعرفوا هالشيء، عصور ما قبل التاريخ ومقسمة 100,000 سنة 20,000 سنة، مش هون الموضوع، والعصور التاريخية، العصور التاريخية وقسموها التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ الحديث. فإذا هيدا التقسيمات، فإذا صاروا يعرفوا أنه بال3500 قبل المسيح السومريين حاكمين ببلاد سومر، وبلاد سومر هي بجنوب العراق، والسومريين هم أصحاب حضارة، اكتشفوا الحضارة تبعيتهم، وأكيد وبعدين بحوالي 2400 في عنا شعب شرقي اسمه الشعب الأكادي. هون في اختلاف بين العلماء، هل الشعب الأكادي كان من سكان بلاد أكاد، بقصد وسط العراق، ولا إجا من غير منطقة؟ بدنا نعمل هيك بين هلالين. اليوم في عنا فكر عروبي غير صادق طبعا. يدعي أنه القبائل الأكادية انتقلت من شبه الجزيرة العربية واستولت على وسط العراق، وكانت تتكلم اللغة الأكادية أي العربية. يعني هيدا طرح منه علمي، بحب أكد ما في أي متخصص بتاريخ الشرق القديم يدعي إنه الأكاديين ينتمون أو جاءوا من شبه الجزيرة العربية. فإذا هيدي أول ملاحظة. ملاحظة مهمة جدا، لأن العربيين دول بيضللوا التاريخ جامد يعني. أوكي. فإذا يعني بالنسبة للتطور، فإذا صاروا يعرفوا إنه الشعب الأكادي حكم تقريبا 300 سنة. في عنا سرجون الأكادي، أهم يعني في عنا أثارات، قبل شوي سألتني، المتاحف بكل العالم مليئة بالأثارات الأكادية والسومرية، ولكن الأكادية أكثر. اكتشفنا شغلة، في فرق كبير بين اللغة السومرية واللغة الأكادية. اللغة السومرية كانت محكية فقط بالشعب السومري يلي عايش بجنوب العراق، بينما اللغة الأكادية، اللغة الأكادية كانت يعني محكية من قبل الأكادية، ومقروء ومكتوبة ومقروء. نعم، وكانت يعني تطورت وصارت، يعني بعد شوي رح نشوفها يعني بأسئلتك، يعني تطورت وأهم من اللغة السومرية. اللغة ليش نعرف هالشيء؟ لأنه الأكاديين نقلوا المعلومات عن السومريين من اللغة السومرية إلى اللغة الأكادية، والشعوب
يلي اجي على وسط العراق، هون رح اذكرها تستخدم اللغة الأكادية. بعطي مثل، بعد الشعب الأكادي يلي تقريبا من 2400 ل 2000، السومريين بحوالي سنة 2000 رجعوا على الحكم خلال 70 أو 80 سنة، وبعدين اندثروا، ما عاد في أي ذكر لهم، وهالشي من خلال الكتابات بنعرفه، أسماءهم اختفت، لغتهم اختفت. إجا شعب منسميه الشعب الغوتي، الشعب الغوتي هو شعب هندو أوروبي، منه شرق أوروبي، هندو يعني أوروبي. غريب عن المنطقة، مش من أهل المنطقة، غريب عن المنطقة. نعم إجا استوطن من الخارج، إجا من الخارج، استوطن في المنطقة. كمان حكم تقريبا 100 سنة، ترك أثرات. وبعدين في عنا شعب شرقي منسميه الشعب العاموري. الشعب العاموري يلي الشعب العاموري، هون إذا بتسمح لي، الشعب العاموري يلي كان عنده لغة خاصة لإله، ولكنه بيستخدم الكتابة الأكادية، بيستخدم الكتابة السومرية الأكادية. يعني مثلا كل العالم سامعين بحمورابي، حمورابي، شرائع حمورابي. إذا بتسمح لي، المؤرخين بالقرن التاسع عشر اعتبروه بابلي من الأسرة البابلية، بينما اليوم كل العلماء ما بيقولوا عنه بابلي، لأنه هيدا يعني هيدا تسمية خاطئة. بيقولوا عنه عموري، بيحترموا هويته. عموري. أوكي. الآن هلأ في بعد ما إذا بتسمح لي بس هيك بسرعة، بعد الشعب العموري اللي لعب دور عظيم جدا، اجينا شعب هندو اوروبي بنسميه الشعب الكاسيت او الشعب الكاشي، وهو شعب هندو اوروبي جلب الى الشرق القديم، وربما من بلاد فارس، علم الفلك، وتطور علم الفلك بهالمنطقة مع الشعب الكاشي. وبعد الشعب الكاشي اجا الشعب الارامي. بلاد فارس مشهورة بعلم الفلك، كانوا متقدمين. نعم. في علم الفلك. نعم. بس استاذ جو، أيوة. في شغلة منحب نحب نقولها لمشاهدينك، في عنا الشعب، نحن هون لحد هلا انا عم بحكيك عن وسط العراق وجنوب العراق، ولكن في شمال العراق في عنا الشعب الحوري، شعب هندو اوروبي، وفي عنا الشعب مسميه الشعب الميتني. الشعب الميتني كان عنده حروب مع الشعب المصري القديم، وبعد شوي رح نشوف انه كان في علاقات بين الشعب الميتني والشعب المصري القديم. تقريبا بس عم اقول انه التطور، انه صاروا يعرفوا انه من خلال الكتابات في عدة شعوب، لهالسبب صار الأسيريولوجي معاد تاريخ الشرق القديم، سوري، معاد تاريخ الشعب الأشوري القديم، صار تاريخ الشعوب، شعوب القديمة. عظيم جدا القديم. وفي عنا عدة شعوب، وأغلبية هذه الشعوب استخدمت الكتابة المسمارية الأكادية. عظيم جدا، شكرا على هذا التدفق الرائع وهذا الكم من المعلومات. لكن انا النهارده انا دلوقتي قدام مني في زي شبه كونفيوز كده، في لبس، عايز اعرف انا عندي الشرق القديم وعندي الشرق في التاريخ الحديث وعندي الشرق البيزنطي، ثلاثة شرق عندي، ممكن نفك اللبس ده ونفك الاشتباك ده ونعرف؟ استاذ جو، استاذ جو، الغايه هي التوضيح. يعني انا شخصيا كباحث، أنا اختصاصي التاريخ السرياني الأرامي. عظيم. وأنا يعني اكتشفت بخلال دراساتي، اكتشفت أنه أجدادي دائما كان بيقولوا عن نفسهم نحن أراميون. فأنا بس وقفت الدكتوراه تبعيتي لأسباب معروفة، حبيت أتعمق بتاريخ الشرق القديم. أوكي. ويعني خلال سنوات وسنوات صرت، يعني قبل كنت بس بطلع على اللغة السريانية، ولكن هلأ على ترجمات الكتابات الأكادية القديمة.
اوكي. وصار يعني صار في عنا صار في عنا يعني صار صرنا نعرف شو الفرق بين الشرق القديم والشرق البيزنطي واليوم الشرق الابيض المتوسط او نعم. بالنسبه للشرق يعني كلياتنا بنعرف انه اليونانيين تطوروا مع انه اخذوا الابجديه تبعيتهم اخذوها من قدامى الكنعانيين وصار عندهم كتابه والشعب اليوناني تطور واثر كثير على الحضاره الاوروبيه. بس اليونانيين تلاميذ الابنصريين على فكره، كمان اتربوا وتعلموا في المدارس في مدرسه اسكندريه وعلى ايدينا نعم. العلماء المصريين مصر القديمه في صغورته وغيره وغيره في الفلسفه وفي الطب وفي كل حاجه. صح. بضاعتهم خدوها من عندنا احنا، وكنا خدنا منهم حاجه فهي بضاعتنا ردت لنا كما قال جوجل علم المصريات الدكتور وسيم السيسي. تفضل يا فندم اسف على المقاطعه. ولكن بتنقول الصراحه انه الـ 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 يعني اوروبا يعني في كل اللغات الاوروبيه فيها كلمات بالمئات كلمات يونانيه بالفعل. مصطلحات بقصد يعني مثل جيوغرافي مثل يعني اللي بدي اقوله انا انه هاليونانيين قدامى اليونان كانوا يسموا مناطقنا نحن كانوا يسموها الشرق بشكل مبهم بالنسبه لهم. شرق طبعا. ايوه طبعا بالنسبه لانه هو الشرق بالنسبه لهم بالنسبه لهم. ولكن بعد ما استولى الإسكندر والإسكندر بالحملات تبعيته بحروبه ضد الفرس يعني كلنا بنعرف الفرس وصلوا ل ل ل ل ل ل ل لبلاد اليونان واحتلوا أقسام منها وصار في حروب مع الإسكندر يعني واسترجع الأراضي ودخل بالإمبراطورية الفارسية القديمة واستولى عليه. هون كلنا بنعرف إنه الإسكندر مات شاب ويعني الامبراطوريه تبعيتهم انقسمت لاربع اجزاء. اللي بدي اقوله انه اليونانيين وحضرتك يعني عم تحكي عن 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 الاسكندريه بناها الاسكندر واصبحت عاصمه مصر يعني وبتولمي بطليموس قائد الاسكندر عمل مملكه ببلاد مصر القديمة. اللي بدي أقوله أنا أنه اليونانيين صاروا سكان الشرق ولكن أعدادهم قليلة جدا. هيدا ما بيعني أنه اليوم الشعب المصري القديم يتحدر من قدامى اليونانيين، مش هيدا القصد. ولكن اللي بدي أقول مصر فجر التاريخ يا سيدي. اللي بدي أقوله أنا بدي أقوله أنه قبل اليونانيين قدام اليونانيين كانوا بيسمعوا خبريات ولكن ما بيتحققوا منها لأنه هن عايشين باليونان، ولكن اليوم في يونانيين عايشين بالشرق. أوكي؟ عايشين بالشرق وسموه الشرق، صار عنده حدود جغرافية. هيدا اللي بدي أقوله. بالطبع في عندكم خريطة، حطيت لكم خريطة أنا عظيم. هي بكل بساطة هي خريطة بطريركية انطاكيا. بحب اذكر مشاهدينك انه وقت انتشرت الديانة المسيحية ظلت عشرات وعشرات السنين الديانة المسيحية منحسرة، يعني اعداد قليلة من الشعب القبطي ولا من الشعب السرياني الارامي دخلت الديانة المسيحية، اعداد قليلة جدا يعني اقل من 10%. ولكن بعد الامبراطور قسطنطين ومنشور ميلان هو يلي شجع، هو اللي سمح للديانة المسيحية بالانتشار، هو يلي ساعد المسيحيين في بناء الكنائس وفي تنظيم الكنيسة. هيدا ما قبل الكنائس كانت متعرضة لفترة اضطهاد، الاضطهادات قبل قسطنطين كانت كلها في اضطهاد بيزنطي. صح. المهم صح. بس انا يعني قصدي اقوله يلي نظم الكنيسه
هو الامبراطور قسطنطين بكل بساطة، بكل ولاية، بكل ولاية كان في عنا أربع ولايات مهمة بالشرق، مصر صار فيها بطريرك الإسكندرية، ولاية الشرق صار فيها بطريركية أنطاكيا. هذا اللي بدي أقوله، الخريطة اللي عم يشوفوها مشاهدينا هي بطريركية أنطاكيا، وأنا متأسف، يعني أنا متأسف جدا لأنه هالخريطة يعني غير علمية، يعني لأنه وهذا رح نشوفه إذا الله راد وصار في عنا محاضرات بالمستقبل رح نوضحها لمشاهدينك. البادية السورية يعني هون محطوطة ضمن الشبه، ضمن الصحراء العربية، وهذا مفهوم تاريخي جغرافي خاطئ. البادية السورية هي آرامية وسكانها كانوا آراميين ما كانوا عرب، يعني بس هيدي الملاحظة على هاي الخريطة. أوكي. تعنينا اليوم إذا بتسمح لي أستاذ جو بس حتى هيدا الفكرة. فإذا اليونانيين سموا الولاية ولاية الشرق، نحن السوريان أخذنا التسمية من اليونانيين وسمينا المنطقة، طبعا كان اسمها بلاد آرام، صار اسمها ميدنحو. ميدنحو بالسرياني معناتها الشرق، هي ترجمة حرفية للاسم اليوناني القديم. ولكن العلماء بالقرن التاسع عشر، علماء الآثار يلي فكوا رموز الكتاب المسماريين، شو بدهم يسموا هالمنطقة؟ شو سامعين هني؟ سامعين الشرق، 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 الشرق البيزنطي، فبيقوموا بيسموا هالمنطقة بسموها الشرق القديم. فإذا إذا 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 بدك الفرق بين الشرق القديم والشرق البيزنطي، الشرق القديم يضم سوريا والعراق وفلسطين وإسرائيل، بينما الشرق البيزنطي هو بطريركية بيزنطيا، وهون بطريركية بيزنطيا لا تضم العراق، لأنه وهالشي رح نشوفه بعدين، الشعب السورياني الأرامي يلي كان منتشر بكل الشرق القديم انقسم بين امبراطوريتين خلال أكثر من ألف سنة، الامبراطورية البيزنطية، وهون في عنا الخريطة شايفينها، والامبراطورية الفارسية يلي كانت تضم الجزء الأكبر من العراق. الشرق القديم، الشرق البيزنطي، الشرق الأوسط اليوم يلي كلها نعرف بيضم تركيا، بيضم إيران، بيضم ليبيا، بيضم مصر. بالفعل عظيم. طيب خلينا أسألك هنا، إيه هي المصادر اللي اعتمد عليها الباحثين في التاريخ علشان يعرفونا بهذه الشعوب القديمة؟ إيه المظاهر المصادر اللي بين إيديكم اللي خليتكم تعرفونا أو تدولنا معلومات عن هذه الشعوب القديمة بعيدا عن المصادر الدينية؟ عايزين شكل علمي أكاديمي، شكل علمي أكاديمي. إيه هي المصادر الدينية؟ فإذا خلال حوارنا ونقاشنا حكينا عن اللغة السومرية، وهون إذا بتسمح لي اللغة السومرية قلنا شوي أهميتها، يعني أقدم كتابة هي سومرية، لا يعني لا شك بهالأمر، لن تلعب دور كبير يعني طبعا على الصعيد الحضاري، نعم هي أقدم لغة، ولكن تبي اللغة السومرية كانت فقط في جنوب العراق، الشعب السومري لم ينتشر في شمال العراق، يعني في كتير مفاهيم خاطئة حول هالموضوع. بينما اللغة الأكادية بواسطة الشعب العموري، لأن الشعب العموري انتشر بالعراق وانتشر بسوريا، فالشعب العموري يعني وكان يتكلم اللغة الأكادية نشر اللغة الأكادية. وهون بصراحة في شك، بدي أقول يعني عندنا مشكلة مع الشعب العموري القديم،
الشعب العمولي القديم هو قريب جدا للشعب الارامي. انا كنت عايز اعرف المصادر يا مستر هنري. اوكي المصادر اللي احنا اتعرفنا منها اللي عرفتنا بهذه الشعوب تحديدا. فأزن السومرية، الكتابات السومرية، أهم شيء الكتابات الأكادية، الكتابات الهيروغليفية، لأنه بعد شوي رح نشوف أنه مصر بالقرن السادس عشر والسابع عشر كانت يعني مسيطرة على جنوب الشرق القديم. ده قبل الميلاد طبعا، السادس عشر والسابع عشر قبل الميلاد. طبعا قبل الميلاد. وكان في تنافس بين وبين قبل شوي ذكرتهم الشعب الميتني والشعب الحسي. وطبعا يعني الـ بعد شوي رح نشوف يعني الكتابات الهيروغليفية تتحدث عن الشعوب اللي كانت ساكنة بالشرق. يعني كانت مجرد كتابات بس، يعني هي المصادر كانت كتابات بس ولا كان في أثار مثلا بتحكي عن الشعوب ديت؟ لا طبعا في أثارات مليئة، الأثارات مليئة رح نشوف بعد شوي، ولكن في عنا كمان الكتابات الآرامية. بالنسبة للكتابات الآرامية إذا بتسمح لي، أنا حطيت ثلاث صور في عنا صورة حطيت للمشاهد يشوف الكتابة المسمارية. كويس. الكتابة المسمارية بحب ذكر المشاهد الكتابة المسمارية أو اللغة الأكادية ارتبطت مع الكتابة المسمارية. عظيم. يلي كانت مجبورة، يعني ما بعرف مجبورة يعني مضطر. يعني تكتب أو على الصخر. أو على الصخر. أيوة. تنقش على الصخر. أو على الإجر الفخار. كلها نعرف كانوا يكتبوا على ألواح الفخار. وهاللوح الفخار بيحطوه بالفرن بيشبوه. يعني وبس يحمى بهذا. ليش عم بقول هالشي؟ لأنه نحن عم نحكي عن الكتابات، الكتابات المسمارية السومرية يلي عمرها 5500 سنة ولا 4000 سنة، صمدت إلى اليوم. ولكن الكتابات يلي كانت تكتب على الجلد، يعني مثلا اللغة الآرامية كانت يعني أبجدية تكتب على الجلد، بعدين رح نشوف كيف. كمان حطيت صورة لكتابة آرامية مكتوبة على الجلد اكتشفت ببلاد فارس. وهالكتابة تتحدث عن الإسكندر، يعني شيء واضح. Good. طبعا بس في عندي ملاحظة، في كمان حطينا نصب لحدد يسعي، حطيته لأنه نصب مهم جدا لأنه في كتابة آرامية من أقدم الكتابات الآرامية. أقدم كتابة آرامية تقريبا هي من القرن التاسع قبل الميلاد. باي زوي بقى عايز أسأل حضرتك، ليه الإجابة الأكادية تحديدا لها أهمية خاصة؟ أوكي، الكتابة الأكادية أول شيء بالحجم، يعني أعطي مثل، إذا كان في عنا 200 نص كتابة آرامية، مقابيلة في عنا ربما 5000 كتابة أكادية. في غزارة، يعني في كمية كبيرة. في غزارة. أول شيء. حلو. تاني شيء. ملوك أشور يعني، وهني عم يعني كان عندهم عادة الملوك أشور كل سنة بيدونوا الحروب يلي عم بيعملوها مع جيرانه. هالتدوينات ساعدت العلماء لحتى يعرفوا، يعني وقت هالملك الأشوري عم يطلب انه من يعني الديوان تبعه يدون انه بهالحملة راح لمنطقة الجزيرة السورية وحارب القبائل الآرامية وعم يذكر المحطات وعم يذكر أسماء الضيع والمناطق والمدن والجسور، يعني عم يعطينا معلومات
عم يعطينا معلومات في تفاصيل أكثر. أوكي. فإذا هيدا الشيء ساعد. يعني مثلا مثل ما قلت مثلا السومريين ما عملوا هال يعني ما استولوا على مناطق ما دونوا هالأشياء. يعني دونوا حروبهم بين بعضهم ولكن مش خارج جنوب العراق. بينما ملوك أشور كلياتنا بنعرف كان عندهم حملات توسعية عملوا إمبراطورية وهذا الشيء ساعدنا حتى الهدف. في شغلة تانية ما بعرف إذا أهمية اللغة الأكادية إنه كانت وهون إذا بتسمح لي كمان إنه أشرح هيك شغلة صغيرة قبل ما أروح إنه الكتابات على الجلد كانت بتدوم 500 سنة أو 600 سنة. وبما أنكم مشاهدينك أغلبيتهم من بلاد مصر العزيزة بحب أقول أنه الوثائق أو الوثائق المخطوطات السريانية الموجودة اليوم بالمكتبات بالفاتيكان وبالعالم كله تقريبا 70% مأخوذة أو اكتشفت بدير السوريان اللي موجود عندكم بمصر وبدير سان كاترين اللي موجود بسيناء. ليش؟ بس حتى أقلك ليش؟ لأنه المناخ بمصر بيسمح لهالوثائق أنه تبقى بعكس المناخ عنا بشرق الأوسط بشرقنا الحبيب. والمصريين كانوا مهتمين بتدوين التاريخ يعني دورنا على البردي وعلى الحجر وعلى كل حاجة. أوكي. بس كمان في عندنا ملاحظة إذا تسمح لي. بالنسبة للغة الأكادية. للغة الأكادية. فإذا أول شيء الكمية. كمية كبيرة ومعلومات وفيرة. عدد كبير من الأساطير من يعني الأكاديين تركوا. الأشوريين تركوا عدد كبير جدا عظيم. وهون إذا بتسمح لي اللغة الأكادية ظلت حوالي حتى أكون دقيق معك حوالي 2000 سنة أو 1900 سنة اللغة الرسمية في الشرق القديم. يعني هالشعوب اللي ذكرناها الشعب الكاشي الشعب العاموري يعني الشعب الأشوري الشعب الحسي كانت تستخدم اللغة والكتابة المسمارية كلغة المراسلات. اللغة الكلدانية بالكتابة المسمارية. وهون في عنا مفاجأة مع أنه الشعب المصري القديم كان عنده كتابة خاصة به الكتابة الهيروغليفية. وهون مفاجأة بنهاية القرن التاسع عشر بتل العمارنة العلماء اكتشفوا عدد وثائق أو كتابات أكادية. هالكتابات الأكادية حوالي 120 أو 130 رسالة هي بين ملك مصر أو فرعون مصر إخناتون ملك مصر حاكم مصر أوكي. كلمة فرعون مش صح. وبين الحكام المتواجدين بسوريا القديمة بفلسطين وحتى في رسائل مع ملك أشور في رسائل مع يعني وهون أهميتها. يعني كان في علاقة ما بين إخناتون حاكم مصر إنه هو اللي كان في تل العمارنة كان في بينه وبين الأكاديميين. هالكتابات تعود الى حوالي سنة 1350 قبل المسيح. عظيم. ما بعرف مين يعني لهالفترة خلال 20-30 سنة تل العمارنة موضوع إخناتون. اوكي رائع. فهل المعلومات هيدي بتثبت لنا انه اللغة الأكادية كانت اللغة الرسمية بين بلاد مصر وبلاد سوريا القديمة وحتى البلاد اللي كانت بالعراق. وهذا شيء مهم جدا لأنه هالكتابات اللي اكتشفناها بتل العمارنة الكتابات المسمارية الأكادية والتي ترجمت وانعمل عليها دراسات سمحت لنا
انه مثلا نعرف معلومات. مثلا بعطي مثل انه مثلا اورشليم، مدينه اورشليم، انه انذكرت بتل العمارنة. مدينه دمشق اسمها شرقي. انا شخصيا كنت فكر انه هو يعني تسميه اراميه، الاراميين بنوها، الاراميين سموها، ولكن اكتشفنا لا، دمشق إنه مدينه عريقه. اوكي، فزي من اهميه بعد في اهميه كمان، يعني قبل ما ننهي الموضوع، في اهميه كثير كبيره لنا نحن كاراميين. نحن كاراميين الكتابات الاكاديه هي ثروه عظيمه لنا، لانه نحن من خلال الكتابات الاكاديه صرنا نتعرف على انتشار القبائل الاراميه بالعراق. العراق هو ارامي، كان سومري، كان أكادي، كان عموري، ولكن بالألف الأول كان أرامي، والآراميين هن اللي قضوا على الإمبراطورية الأشورية العظيمة. هالشي من وين بنعرفه؟ بنعرفه من الكتابات الأكادية يلي صمدت لليوم، وهيدي ثروة لإلنا، ثروة لا تخدر. واللغة الأرامية طبعا يعني معروف جدا انها لغة السيد المسيح والمجد، اللغة الأرامية. صحيح، اللغة اللي تكلم بها. نتمنى نصير في عندنا حلقة حول اللغة الأرامية. أوكي، يعني جود. نعرف عليها بهذه المناسبة، وان شاء الله لقائنا القادم وبصمتنا القادمة حتكون عن من هم السريان. فدعني أسألك سؤال، ما معنى هذه العبارة لما واحد سرياني ويقف يقول بكل فخر أنا سرياني آرامي؟ أول شيء أستاذ جو، بشكرك على هالسؤال، بفرحني. ربما هلأ ما بنقدر نقول، يعني ما عندنا الوقت. حضرتك طلبت مني عدة محاضرات حول الحضارة السريانية بإذن الله، وخلال لقاءاتنا واتصالاتنا كنت دايما عم بتقول لي انا بدي المشاهدين بدهم يتعرفوا على الشعب السرياني، وهذا شيء رائع، ولكن ده هدفي. نحن كشعب سرياني، احنا تكلمنا عن الارمن وتكلمنا عن الامازيغ، رائع، وبنتكلم عن السريان علشان نعرف الناس جذورنا وهويتنا ايه في المنطقه دي، لان احنا في النهايه اكذوبه العالم العربي ديت يعني ده كلام راح بقى انتهى، يعني خلي الناس تعرف الحقيقه بقى، تعرف الحقيقه. في حضارات وفي شعوب لها حضارات ولها لغات ولها تاريخ، يعني مش كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. استاذ جو، انا بشكرك شخصيا، بشكر فضائيتكم، اوكي، انا بشكر مشاهدينك بصراحه، هيدي فرصه، هيدي فرصه لحتى نعرف لعلم سيادتك مشاهدي بصمه ناس متميزين مش اي حد، عشان تبقى عارف. شكرا. علشان كده بنقدم لهم الدرر والنماذج الراقيه دي، ده اللي يهمنا. تسلم. فاذا لهالسبب انا حبيت انه يعرف المشاهدين عن السريان. السريان هم اراميون، يعني قبل شوي انا قلت انا متخصص بالتاريخ السرياني. الاطروحه الدكتوراه بجامعه السربون كانت يعني تتطلب مني انه كانت الموضوع الاطروحه تبعيتي يعني انه لماذا استقلت الكنيسه السريانيه والكنيسه القبطيه والكنيسه الارمنيه، لماذا استقلت عن البيزنطيين؟ وهون اذا بتسمح لي هيك بسرعه، في عنا علماء متخصصين بتاريخ الكنيسه، بس احنا عايزين نتكلم مثلا بشكل عام عن شعوب. أوكي. الدين لا يهمني هنا في هذا الامر، الدين علاقه شخصيه بين الموافق، بين الانسان وربه. انا بتكلم بشكل عام عن هذه المنطقه الجميله. انا عم بحكي بشكل استاذ جو، انا عم بحكي بشكل عام، اللي بدي اقوله لماذا تقول انا سرياني ارامي بكل فخر؟ لماذا؟ انا انتمي الى شعب، انا لا انتمي الى كنيسه كمسيحي، ولكن الكنيسه ليست شعب.
بالضبط. يعني ليس أنا أنتمي إلى شعب تاريخي. الكنيسة يعني علاقة خاصة، والمسجد علاقة خاصة، والمعبد علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه. لكن إحنا بنتكلم عن وطن، وطن أوكي. بيبقى فيه الملحد والعلماني واللاديني وكل دي، ما لناش دعوة، الدين نفصله على جنب وخلينا نتكلم كوطن، كوطن أوكي. كهوية، هوية، الهوية اللي هي بصمة الإيد، بصمة الإيد وفصيلة الدم، الهوية أهم ما يعنيني أوكي. هنا أوكي أستاذ جو، بس أنا بدي أقول أنه العلماء المتخصصين بتاريخ الكنائس كانوا يقولوا أنه هالانقسامات أو هل اللي صار بمجمع خلقيدونيا صارت لأسباب عقائدية، بينما المتخصصين بتاريخ بيزنطيا كانوا بيقولوا لأسباب قومية. وأنا الدكتوراه تبعيتي كان لازم علي أعرف شو هو السبب الحقيقي. فهل الأقباط لأنه كان عندهم شعور قومي قبطي انقسموا واستقلوا؟ هل السريان أجدادي أنا السريان كان عندهم؟ هيدا اللي دفعني أنه أنا أتعمق بالتاريخ القديم، لأنه كل أجدادنا، كل علمائنا من مار أفرام لابن العبري قالوا نحن آراميون. فأنا حبيت أعرف ليش أجدادي عم بيقولوا أني هن آراميين. فبذكرك أنه أنا بهذاك الوقت كان عمري 27 سنة، كنت شاب ما عندي اطلاع على تاريخنا القديم، ما كنت بعرف أنه دمشق هي عاصمة الآراميين، ما كنت بعرف، كان في كتير أشياء ما كنت بعرفها. اليوم أنا عمري 66 سنة وكل يوم بتعلم أشياء جديدة، إن كان حول تاريخنا وإن يعني هذا اللي بدي أقوله أنا، أنه الآراميين لعبوا دور. يعني بعتقد المشاهد أنا حطيت خرائط، يعني وفي خريطة، في عنا خريطة يعني رح يشوفها المشاهد، وهي حول وضع الشرق بالقرن الخامس عشر والسادس عشر. منشوف انه المصريين تقريبا دمشق كانت تابعة، دمشق ومدينة حما كانت تابعة لمصر، والشمال السوري كان تابع للحسيين، ومنطقة الجزيرة وبلاد أشور القديمة تابعة للشعب المتني. اللي بدي أقوله أنه هذا كان وضع بالقرن السادس عشر، ونحن كقبائل آرامية كنا منتشرين بالشرق، ولكن ما عندنا ممالك، ولكن في عندنا شعب المؤرخين بيسموه the sea people، يعني شعوب البحر. ما بنعرف من وين اجوا، من اجوا من اوروبا، اوكي، يعني اجوا من اوروبا، ما بنعرف من وين هالشعب. هيدا اجى عن طريق البحر واجى عن طريق الساحل، دمر الامبراطوريه الحسيه القديمه، وعلى طريق الساحل استولى على المناطق الساحليه، ويعني ما عاد في امبراطوريه حسيه، واصطدم مع الامبراطورية المصرية القديمة عدة معارك، ويعني وهالشي يعني الكتابات المصرية القديمة تتحدث عنه بالفعل. على اي حال دكتور مستر هنري، احنا لنا حلقات تانية ان شاء الله حنتطرق لهذا بالتفصيل، التاريخ السورياني والارامي. اوكي، في نهاية الحلقة انا شايف ورا حضرتك العلم السوريالي. نعم. العلم ده ازاي نقراه؟ ما دلالة هذه الالوان بالذات؟ الالوان دي بترمز ليه تحديدا؟ هذا الشكل أوكي. او هذا الرمز اللي بيتوسط العلم معناه ايه؟ بيرمز لايه؟ يا ريت حضرتك تقرا لنا العلم ده علشان نختم به حلقه اليوم، ولنا لقاءات اخرى بالتفصيل باذن الله. كثير منيح. هيدا العلم اذا شايفينه هو النسر، هو النسر، وأنا حطيت لمشاهدينا قطعة أثرية اكتشفناها بجوزانا، بمملكة آرامية عاصمتها جوزانا، بمنطقة الجزيرة السورية يلي كان اسمها بيت نهرين، اسمها التاريخ القديم. اللي بدي أقوله أنه هالقطعة الأثرية هيدي ما عليها ولا أي كتاب، أوكي؟ ما عليها ولا أي كتاب. هيدا النسر
بعتقد انتوا باستديو، انا شخصيا زرت متحف القاهرة ولاحظت انه انتم كمان في عندكم، انا ما عندي اطلاع يعني، في عندكم بشكل النسر اله، ما بعرف شو اسمه الاله عندكم. بصراحه حورس الصقر، الاله حورس ده صقر. اوكي اوكي. فنحن بصراحه يعني انا ما صح لي وقت اتحقق اكثر واكثر انه هالنسر، هالنسر هو رمز الاله شماش، اله شماش اللي كان بيبقى الشمس يعني، اللي كان يعبد عند عدد كبير من الشعوب القديمة. فاللي بدي أقوله أنا أنه الأخوة يلي عايشين، السوريان الآراميين اللي عايشين بالسويد، اجتمعوا واختاروا هالعلم هيدا واعتبروه هو العلم، اعتبروه رمز للآراميين، رمز للآراميين، رمز للسوريان. السوريان هم آراميون واعتبروه رمز. ليه الألوان دي تحديداً؟ ليه النسر باللون الأصفر تحديداً زي ما أنا شايف؟ أوكي أوكي. هني الألوان دي؟ اللونين. هني اختاروا اللونين، هني اختاروا هاللونين. لهم دلالة معينة ولا اختيار عشوائي؟ لا، هني اختاروا هاللونين لأنه ال القطعة الأثرية ما فيها ألوان. أوكي. هني اختاروا هاللونين، يعني نحن السريان كنا اخذين اللون الأحمر والأصفر، هني خلوا على الأحمر والأصفر مثل ما يعني أخذوك الشعار، وصار العلم، صار العلم الأرامي يرمز إلى كل سورياني أصيل يؤمن بالتاريخ العلمي. يعني لأنه في عنا كتير من شعبنا السرياني بيحملوا أعلام لشعوب منقرضة نحن ما لنا علاقة معهم. هيدا العلم اللي شايفه وراي يرمز إلى السوريان الأصيلين الأراميين. عظيم جداً. اللي بيأمنوا بالتاريخ العلمي. عظيم جدا. وتحيانا ومحبتنا الفائقة للشعب السورياني الجميل، مع تمنياتنا بمزيد من الفرح والسلام لهذا الشعب الرائع. وبنشكر حضرتك على هذا الوقت الجميل اللي عطيته لنا وهذا الزخم من المعلومات، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله عشان نتكلم عن الحضارة السريانية بتفصيل أكثر. بكرر شكري. شكرا لك وشكرا لمشاهدينك. شكرك، شكرا جزيلا سيدي الفاضل. أعزائي المشاهدين، أنا كمان بشكركم وسعيد أن النهاردة عيد ميلاد البرنامج بصمة، العيد السادس، بقضي معاكم في هذه الحلقة. بتمنى لكم كل فرح وكل سعادة، وبتمنى لكم دايما أن كل حلقة من حلقات بصمة تكون فيها إضافة جديدة وفيها بصمة جديدة، بصمة للعقول بلون النور، وبصمة للقلوب، وبسمة للقلوب وللشفاه بطعم الفرح. وجاي